وعلى صعيد قضايا الامن والتنميه في القاره الافريقيه بما في ذلك قضيه تفشي الارهاب، استعرض الرئيس السيسي في هذا الصدد الجهود المصريه الناجحه في مجال مكافحه الارهاب مشيرا الى انشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحه الارهاب. كما اشار الرئيس السيسي الى ان المباحثات تناولت التعاون المشترك في اطار الاتحاد الافريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي تراسه مصر حاليا. تناولت المباحثات بيننا قضايا الامن والتنميه في القاره الافريقيه بما في ذلك قضيه تفشي الارهاب والتي تشكل تحديا حقيقيا لعمليه التنميه في افريقيا. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصريه الناجحه في مجال مكافحه الارهاب كما نوهت الى قيام مصر بانشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحه الارهاب مشيدا في المقابل بالجهود الروانديه في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة ولقد تناولت كذلك خلال مباحثات مع رئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا وتوافقنا على أهمية الإسراع بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القريه الافريقيه وتفعيلها